السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الحزب هو يعني للحفظ من الأشرار، والحفظ من الحسد، والحفظ من الأسحار والحساد في يومك. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الحزب، هذا الحزب الصغير، أذكركم لأن الذكرى تنفع المؤمنين، حركوا لسانكم، اذكروا الله، استقيموا. الأنبياء والرسل والأولياء وصلوا إلى مرتبة عليا إلا بشيء واحد اسمه ليس كعندنا نحن في اليوم، ليس كالفكرة التي هي موجودة في رأسنا اليوم. إن الله غفور رحيم، كل من تتكلم مع إنس يقول لك إن الله غفور رحيم، يعني استمر على الأخطاء فإن الله غفور رحيم. لا تذكر الله فإن الله غفور رحيم، لا تستقم فإن الله غفور رحيم، لا تقرأ القرآن فإن الله غفور رحيم. هذا ما هو في كون اليوم. ولكن الفكرة التي كانت عند الأنبياء والرسل والأولياء فكرة أخرى. الأولياء عندهم فكرة أخرى، فكرة كلمة واحدة هي الخوف. كانت عندهم الخوف، كلمة الخوف. كل الأنبياء والرسل كانوا يذكرون الله ساجدين وواقفين وذاهبين وفي أي مكان كانوا يذكرون الله، فهم كانت عندهم شعارهم الخوف من الله. لا يذكرون إن الله غفور رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه فعلا موجودة، ولكن نحن لا يجب أن نستمر على الأخطاء، يجب أن نذكر الله يوميا. والدليل سأتيك به من القرآن، يقول موسى في سورة طه عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أشدد به أزري واشركه في أمري. ها؟ لماذا سيدنا موسى طلب هذا الطلب؟ كي اسمع كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يعني الناس راه ما جاش وصلوا، الانسان لا يصل الى مرتبة ان لم يخاف الله ويذكر الله كثيرا، لا يصل الى مرتبة ان لم يذكر الله كثيرا ويستقيم ويخشى الله، يخاف الله. نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، ذكر الله كثير والتسبيح كثير. هذا نبي ورسول الله، هو سيدنا موسى عليه السلام. يعني تخيل معي، يعني هو يقول كي نذكرك كثير ونسبحك كثير، فما بالك أنت. كان سيدنا إبراهيم إذا تذكر خطيئته يغشى عليه. تخيل معي، اثنين الذين هم محبوبين عند الله كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم، كان إذا تذكر خطيئته سيدنا إبراهيم يغشى عليه، كما كنقول بالمغربية يسخف، كيسخف من كيتذكر الحرام اللي دارو ولا الخطيئة اللي دارها، وكيسخف كيسخف القلب نتاعو كيبقى يضرب. تخيل معايا، هذا نبي الله ورسول الله وخليل الله، كان يغشى عليه سيدنا إبراهيم، كان يغشى عليه بكثرة الخوف من الله. فما بالك أنت الذي تقول لأن الله غفور رحيم. يعني قارن واستعد للقائك إلى الله. الدعاء سترى في الشاشة هو مركب من القرآن لدفع الحساد والعين والأشرار، ودفع شر الناس والسحر والحسد، ودفع كل شيء. تقرأه 7 مرات في الصباح، هذا الدعاء سترى في الشاشة، تقرأه 7 مرات في الصباح لدفع الشرور كلها بإذن الله. وأتمنى لكم الخير وإلى اللقاء، ولا تغفلوا على ذكر الله.